عسلامة يا بناتنا وحوالكم، شنو هتكونوا بخير. فيديو اليوم باش يكون كيما شفتوا 30 days of me. شنو هو الفيديو هذايا؟ هو تاك بكل اختصار. شنو هو التاك اللي فيه؟ تاك فيه 30 سؤال من المفروض يكون لي بلوغوز ولا لي بلوغر هما اللي يعملوا التاك هذايا، ديجا هو تاك خاص بهم. في كل نهار يجاوبوا هما على سؤال، يكون سؤال مرتبط بشخصيتهم، بحاجة فيهم هما، باش المتابعين تاعهم يعرفوهم خلال شهر كامل. انا عجبني برشا التاك هذايا وقلت علاش لا ما نعملهاش، اما بشوية تعديلات. اني مش نعمل على طول شهر كامل، باش نجمل 30 سؤال هذاكم وباش نجاوب عليهم في الفيديو هذايا. بالنسبة للبنات اللي تحب تعرفني أكثر وتحب تتعرف عليا أكثر، هذايا هو الفيديو باش يخليكم تتعرفوا عليا، لذلك أبقوا تفرجوا. أول سؤال يقول شنية الحاجة الغريبة اللي نعملها كيف نبدأ وحدي؟ كيف نبدأ وحدي يكون من أغرب الحاجات اللي نعملها، أني نتخيل قصص ونعمل أحداث من حاجة تافهة على الأخر. مثال، نبدأ قاعدة ونشوف ذبانة، فرضا نشوف الذبانة، نبدأ نتخيل في سيناريو كامل محور تاع الذبانة هذيك، وندخل أحداث تاع سيونس فيكسيون، ونعمل أحداث من الخيال، وندخل الكواكب الأخرين. حصيروا أحداث ما تخيلوهاش في مخكم، كيفاش معناها نركب قصة من مخي، وزيد هذايا كل نزيد نعمل أحداث في المستقبل، يعني تطور الحكاية كيفاش باش يكون في المستقبل، وأصل الحكاية كل تكون حاجة بسيطة على الأخر وما تجذبش الانتباه. أما أنا ديما هكاك نبدأ وحدي، نبدأ نتخيل في قصص وأحداث ومواقف. السؤال الثاني يقول كيفاش تبدلت في العامين الاخرانين؟ اكثر حاجه انا لاحظتها فيا تبدلت في العامين الاخرانين في شخصيتي كانت اني شخصيتي قبل كانت تيميد، كنت حشامه، ما كنتش واثقه من روحي كيف ما يلزم. بعد عامين على اليوتيوب، واليوتيوب هو اللي ساعدني في الحاجه هذيا، ولت عندي ثقه في روحي اكثر، ولت عندي ثقه في قدراتي اكثر، اني نجم نحقق اهدافي، اني نجم نحاول ندخل في نقاشات، حتى نقاش مانيش ملمه بالموضوع، اما كمان نجم معناها نحكي وما نحشمش ونقول الفكره اللي جاتني، معناها في الناحية هذه تطورت شخصيتي بالباهي بالباهي. السؤال الثالث هو شنية نوعية العباد اللي تجذبني؟ نوعية العباد اللي تجذبني اللي تكون عباد مرحة وفرحة وبسيطة في تعاملاتها، وعاملة جوها بسيط ومزيان، ما تتقلقش فيسا، يعني العباد هذاكم المريحين يروحوا مخفيفة، هذاكم هما أكثر عباد تجذبني. السؤال الرابع هو شنو نلبس في النوم؟ نلبس حاجة فضفاضة على غرار شنية تكون الألوان، شنية تكون كل قطعة من بلاصة، المهم تكون حاجة فضفاضة ومريحة. خمس سؤال شنية خمسة حاجات نكرهها في الراجل؟ على غرار شنو الراجل، شنية الفونكسيون بتاعه في حياتي؟ ما أنا باش نختصر الخمس حاجات هذاكم في حاجة بركة اللي هي الكذب والنفاق، ما حاجتين مش حاجة بركة، هذا هما الحاجتين الزوز اللي أنا ما نجمش نستحملهم في الراجل ولا في المرأة. يعني الحاجتين هذا مهمين بالنسبة لي باش تحدد العلاقة معهم كيفاش، يا أما باش تتطور وإلا ماهيش باش تتوجد من أصله. دونك الكذب والنفاق مستحيل. السؤال اللي من بعد، العباد اللي نحبهم وعلاش؟ العباد اللي نحبهم العباد كما قلت لكم المريحين الفرحين، عباد تفهمني، تفهم أنا كيفاش مخي وتفكيري والتخربيز اللي في مخي هذاك تفهم بالباهي، عباد نرتاح لهم، هذاك هما العباد اون جينيرال اللي انا نحبهم. تابع سؤال هو رايي في العباد اللي تغش ولا في شخصيتها الغشه، ما نجمش اصلا نحكي عليهم، ما يستاهلوش ما يستحقوش اني نحكي عليهم، جوست نقول ربي يهدي وكهو. حاجه حاليا متقلقه منها، والله حقيقه الامر فما حتى شيء ينجم يقلقني، يعني حتى كي نبدا حاجه جراف عندي جانب من اللامبالاه مساعدني برشا اني ما نبقاش مركز في الحاجات، مركزه في الحاجات الخايبه اللي متقلقه منها ولا اللي هو انت ما نقول على ربي تو تعدت ولا شنو. دونك مش حتى حاجه مقلقتني تويك. السؤال التاسع، الاسامي اللي نادوني بها وشكون يناديني بها؟ مش يكون سؤال محرج شويه، خاطر باش تستكشف خاطر باش تكتشفوا اسامي غريبه عجيبه ليا. باهي با يناديني عزوز، وما تناديني وزه، واختي تناديني ابو العز، وخويا يناديني زيوزيو، واختي الاخرى تناديني عزوزه، بنت خالتي تناديني عزوته. حسيتوا قائمه تاع اسامي
طويله عريضه ما نحكي لكم، مش حصيروا على الاسامي اللي لدوني بها. احسن حاجه صارت لي الاسبوع هذايا دونك انا باش نصور فيديو، راه مش يكون متصور من قبل دونك في الجمعه هذه وانا نصور في الفيديو. احسن حاجه صارت لي اني كنت متردده في قرار اي ولا لا اي ولا لا. العباد محيطين بيا شجعوا فيا باش نقول اي، اما انا اوفون ما حبيتش معناها ناخذ البا هذايا وقلت لا، ومرتاحت وتفرهدت يعني كي قلت لا على القرار هذاك. دونك هذه نصور احسن حاجه صارت لي في الاسبوع هذا. السؤال رقم 11، شنيا ثلاثه حاجات ولا سمي ثلاثه حاجات انا فخوره بهم في روحي. باهي، اول حاجه هي اني عندي القدره اني نخرج العباد اللي يعزوا عليا واللي نحبهم واللي قراب مني من مود خايب هما فيه، من حاله حزن ولا من حاله غش ولا من قلقين. عندي القدره اني اخرجهم من الحاله هذيك فاسيلمون، نبدلهم الجو ونضحكهم زاده. هذه حاجه انا نعرفها في روحي والعباد القريبه مني تعرفها زاده فيا. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه اني كيف نحب حاجه نعملها ونوصل لها، معناها كود كود نحط حاجه في راسي راني نعملها. والحاجه الثالثه اللي انا فخوره بها في روحي اني انسانه فرحه ومرحه، يعني على طول الوقت ما تقلقش في سما، حتى كي يصير ويصدف اني تصير حاجه تقلقني ولا خايفه ما في ساعة في ساعة نرجع يعني، ولا حتى كي نغش من عبد في ساعة في ساعة نرجع نحكي معاه من باين يعني دقيقة غش يبقى دقيقة. هذايا هي ثلاثة حاجات. السؤال رقم 12، حاجات تخليني نخاف. بون يمكن هي حاجة يمكن تجي دبيل شوية كيفاش نقولها لكم وماهيش بالأهمية هذيك، أما الحاجة اللي تخليني نخاف كشعور خوف، يعني مش نحكي على خوف مستقبل ولا خوف نعرفش درجنا وهذاك كل شيء على ربي، أما الحاجة اللي تخليني نخاف أفلام الرعب. أنا نحب أفلام الرعب على الأخر ونتفرج فيهم، أما بعد نتفرج نخاف ونبقى نعمل في سيناريوهات ومثل حتى ما نرقدش في الليل بحال حليلة. هذيك يكون حاجة تخليني نخاف. وحاجة أخرى البلايص المسكرة، يمكن هذيك أي البلايص المسكرة تخليني نخاف، و هذوما الحاجتين يعني. السؤال من بعد، حاجتين في شخصيتي العباد ما تتوقعهاش انها موجودة فيا. يمكن الحاجة الاولانية اللي هي نتغشش مثال ولا ناخذ موقف من عبد سواء ظلمني وإلا عملي حاجة خايبة، معناها حاجة لا تغفر ما تتسامحش عليها فيسع وإلا ما تتسامحش عليها جملة. انا نتغشش وبعدين ننسى اصلا علاش غششته، وانا بدي نسال في روحي انا شنو عملت العبد هذاك خلاه بعد بورتو هو الظالم. يعني هذا هو ديفو صحيح ويمكن ذاته ماهوش ديفو، اما برشا عباد ما توقعش اني نرجع نحكي معاهم ولا نرجع نتصرف معاهم عادي، بورتو هم غلطين معايا وهم ظالمين. الحاجه الثانيه العباد ما تصورهاش فيا في شخصيتي اني مثال يكون عندي رد فعل مش كيف هما يتوقعوه. مثال موقف يكون يغشش على الاخر ولا محرج على الاخر ولا اللي هو نورمالمون تكون ردة فعل معينة في الموقف هذاك، انا نعمل ردة فعل اخرى لا علاقة بالموقف. سؤال رقم 14، 10 حاجات باش الاكس انسان اكس يربح قلبي. 10 حاجات باش نبقى سبي فيهم، يمكن اهم حاجة اللي هو يفهمني دو سامبلومون، هذي اهم حاجة أساسية اني هو يفهمني، يفهم عزة شنو كيفاش تفكر كيفاش ردود افعالي نعرفها غريبة شوية، يفهم حالتي النفسية الكل. هذي اهم حاجة واكثر حاجة نكون اركز عليها. السؤال رقم 15، عادة نتمنى لو ما كانتش فيا. عادة نتمنى لو ما كانتش فيا، ما نصورش مع حاجة فيا حتى لو كانت خايبة، يعني ما نحبهاش تكون فيا. وصلت لمرحلة متصالحة مع نفسي وقبل روحي بعيوبي بحسناتي بمساوئي بكلي، يعني انا حابة روحي كيما هكا. دونك متصورش فما حاجة ما نحبهاش تكون فيا، خاطر اكيد مش بكون انا كيف ما انا كان الحاجة هذيك مش فيا انا. سؤال من بعد، غناية نحبها برشا اون جينيرال ما اسمعش برشا اغاني، اما احسن غناية نحبها هي غناية عزة يا عزة. نحبها برشا غناية هذيك على خاطر مالي انا صغيرة على الاخر، يعني منعرفش عمري 5 سنين وديما خوالي وما يغنوا لي فيها وكل عجبتني، خاطر فما غناية تحكي عليا انا وتغني عليا انا، في بالي غناية كان لي انا كهو وقتها وذاك علاش حبيتها وديما نحب نسمعها وتعجبني الغناية هذيك.
تصويره ليا ما نحبهاش. هي مش ما نحبهاش بون، فما تصاور ما نجمش نوريهم على خاطرهم تصاور فاميليال يعني على الاخر، مش ما نحبهمش، اما يضحكوا على الاخر يعني، فيهم مواقف بايخه، مواقف محرجه. وقت التصوير خلى التصويره تطلع بطريقه اخرى، يضحكوا على الاخر وما نوريهمش يعني الزيمة، وهذاك هما نوع التصاور. اما تصويره ما نحبهاش ليا لا ما فماش. السؤال رقم 18، انسان حاب نبدل انا وياه حياتنا لمده انهار، نبدلوا حياتنا. والله فما حاجه في بالي ملي انا صغيره يعني، ديما نحب نبدل حياتي انا وطفل، نعيش حياه طفل نهار كامل ونشوفها كيفاش. ديما عندي فضول يعني باش نعرف حياه الطفل فعليا كيفاش تكون، ما نحبش نشوفها قدامي، نحب نعيشها ونعيش مغامراتها الكل يعني لمده انهار. السؤال رقم 19، تصويره حاجه تخليني فرحانه بريتو باش يكون تصويره انسان يخليني فرحانه. اكيد مهدي ولد اختي هو انسان في حد ذاته يخليني فرحانه يعني، فما اكثر عباد تخليني فرحانه اللي هو مهدي، اكيد تصوير ذاته باش تخليني فرحانه. السؤال رقم 20، شنو يميزني على الناس الاخرى؟ تو سامبلومون اني ما فما حتى حد كيفي، وانا مانيش كيف حتى حد يعني. الباهي والخايب اللي فيا موجود كان فيا انا، مش باش نلقاه في حتى حد واحد اخر. هذاك اللي يميزني انا على العباد الاخرين، واللي يميز كل عبد على عبد معناها بكل بساطه، خاطر هذايا هو ينجم تكون اجابه. ثلاثة كتب بنحبهم، فما كتاب الخلخال، فما كتاب سهرت منه الليالي، فما كتاب 70 تحفون زادة. هذايا ثلاثة كتب ملي قريتهم وعجبيني على الاخر، ومستعدة يعني نزيد نقراهم مرة اخرى الكتب هذا ما ثلاثة. السؤال رقم 22، شنية الحاجة المميزة اللي نجمو نلقوها في ساكامان تاعي، اللي تميز ساكامان تاعي على بقية ساكامان اللي مفهمش ساكامان من اصله؟ هذايا حاجة كنت ديما نهز لي بوشات صغار، وبعدين وليت معاش نهز بوشات، حتى كي نهبط نبدا لابسه حاجه فيها جيوب، جيب فيه بورتابلي وجيب فيه اورغانيزاتور صغير نحط فيه توسكي كارت وكارت ايدنتيتي والحاجات اللي نستحقهم والفلوس اكهو. معناها الحاجه المميزه في ساكي اني ما فهمتش ساكي من اصلا. سؤال من بعد، تصوير الحيواني الاليف، ما عنديش حيواني انا الاليف، عندنا حيوان العيله الاليف اللي هو الكلب نتاعنا راكس، نحط لكم تصويرته. هذاك الحيوان الاليف يعني اللي هو موجود. سؤال رقم 24، الاغنيه اللي نحب نسمعها كيف نبدا حزينه؟ كيف نبدا حزينه؟ ما نحبش نسمع اغاني وما نحبش نتفرج، كي نبدا حزينه اون جينيرال ننزوي وحدي، وما نحبش حتى اصلا نتكلم، نحب نبقى وحدي هكاكا في عالم لا شيء، وحدي الى ان ياتي ما يخرج ذلك. السؤال رقم 25، شنو كان اول حيوان اليف عندي؟ اول حيوان اليف كان عندي اللي هو حلزونة، حيوان أليف. دونك أول حيوان أليف كان عندي حلزونة، وكنت مغرومة أنا أختي بتجميل الحلزون، يبدأ نمشو نهزو حكة من الدار ولا اللي هو، ونبدو نلوجو على الحلزونات ونحطوهم في وسط الحكة هذيك ونسكروا عليهم، ونهار من نهارات بعد لعبينا الحكة كلها بالحلزون ومشينا رقدنا، فقت الصباح ما نلقى حتى واحدة فيهم، ونلقاهم كلهم في الحيط، الحلزونات اللي كلهم عملوا ثورة وخرجوا من الحكة بتاعهم وتسلقوا على الحيط. سؤال 26، شكون احسن يوتيوبر طفله وليد؟ بالنسبه لاحسن يوتيوبر طفله عندي انا يوتيبس اللي هي يسر، بنيه تونسيه تحفونا على الاخر، كان من ناحيه اني الماتريال تاعها، طريقه التصوير والافكار نتاعها، وناديه بي زاتها تونسيه حتى هي تعجبني كيوتيوبر طفله، تخدم حاجه معناها الاوتور، ما تعملش حتى غلطة، وتعمل فيديوهات في مستوى معين يعني، مش خاطر فيديو ولا يلزمها تحط فيديو، لا يكون موضوع وافكار واخراج وتصوير وذو ياسر تحفوني. وبالنسبة لليوتيوبر طفل فما سيف تونسي، هو يعمل في دي فيديو كوميدية وممتون نقد الواقع للسياسة، المواقف الاجتماعية، حاجات كيما هكا. تعجبني طريقة التناول نتاعه للأفكار وكيفاش يقدمها الأفكار نتاعه. وزاد فما عمرو مسكون اللي هو يوتيوبر سوري، كيف يتناول مواضيع اجتماعية
وافكاره ياسر تحفونا وياسر يضحك. هو محليها على الاخر هذا مهم بهم زوزة مطلعوا أربعة في الأخر أكثر أربعة يوتيوبرز ديما نفرج فيهم. السؤال 27 أحسن مثال عندي، أحسن مثال ديما يخطر على بالي اللي هو وين تحط نفسك تصيبها نفس نفسك وانت تطيبها، يعني بما معنى بالنسبة للعباد اللي ما تفهمش الأمثال الدوسية، في أي مقام تحط فيه روحك باش تكون في المقام هذاك، يعني انت ادرى بروحك، يعني كان حاطط روحك في مستوى ولا في مقام عالي باش تكون قيمتك عاليه عند العباد وعند روحك، كان هبط من قيمه روحك، يعني حتى العباد باش تهبط من قيمه روحك قيمتك. سؤال 28 لوني المفضل ازرق، اكيد انا يعني نحب الازرق ونحب نلقى حاجه زرقاء توا. سؤال 29 هل انا من الناس اللي نتغشش فيسع؟ يمكن اي اكثر الحاجات اي نتغشش فيسع، اما فيسع ما نرجع، يعني مغشي ما يدومش دقيقه، انا نتغش فيسع ونرجع فيسع. اخر سؤال مش يكون علاش نعمل في التاج هذا، كيف ما قلت لكم التاج عجبني فيه اسئله متنوعه وتشمل برشا حاجات في جانب شخصيتي، انا حبيتها تكون فرصه بالنسبه للعباد اللي جديد قاعده جايه للقناه بعد ما تبعثت الشانل القديمه، يعني تكون فرصه باش نتعرفوا على بعضنا وزيد انا باش نزيد نعرف روحي اكثر من الاسئله خاطر جاوبت عليهم توا قدام الكاميرا. باهي انك تسال روحك اسئله في شخصيتك وتجاوب عليها، تحس روحك تكتشف في شخصيتك من الاول وجديد. انا وين تنجموا تلقوني؟ تنجموا تلقوني على انستغرام عزه استاذ، تنجموا تلقوني على الفيسبوك عزه الشانل. انا خليكم تو بيكم شان تقابل في فيديو جديده، اي نوبلي با لي فيب وزات بري بال.